بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحبتي وأعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم معنا. في حلقة سابقة تكلمنا حول مخدرات الإرادة. في هذه الحلقة هم كذلك سوف نتكلم عن شيء من المخدرات، أو دعنا نقول أنه أمر من المسكرات. الإنسان حينما يتناول المسكر يكون خارج نطاق الفائدة، عقله يذهب. لذلك الإسلام جاء ليحرم كل شيء يذهب العقل. حرمة الخمر جاءت من هذا الباب، لأن الخمر يذهب بعقل الإنسان فيصبح الإنسان أسوأ من الحيوان. وعندما ينزل الإنسان بقدره أسوأ من الحيوان يكون في حالة خارج نطاق الفائدة، لا إلى نفسه ولا إلى غيره. وليس هذا فقط، بل قد يصبح في مكان الأذية لنفسه ولغيره. إنسان خالي من العقل، الإنسان الخالي من العقل يتوقع منه أن يقوم بأي شيء، أو أنه أيضا لا يتوقع منه أن يقوم بشيء ذو فائدة، لأن ما يأمر بالفائدة وما يكتشف الفائدة هو العقل. يعني نحن بالعقل اكتشفنا أن الصدق حسن وأن الكذب قبيح، أن الظلم قبيح وأن العدل حسن. هذا أمر عقلائي، كل العقلاء يتفقون على هذا الأمر. لكن الخالي من العقل الذي ذهب عقله قد يقوم بالأمور القبيحة وقد يترك الأمور الحسنة، لأن عقله الذي يأمره بأن يقوم بالحسن ويترك القبيح غير موجود. أنواع المسكرات التي تذهب بالعقل كمثل الخمر، المخدرات كثيرة. كل ما يذهب بالعقل جاء الإسلام ليحرمه. لكن هنالك بعض المسكرات التي تذهب العقل لا كمثل ما يذهبه الخمر، ولكن تغطي عليه. بعض المسكرات تغطي على العقل فتنسيه وتجعله خالي من الانتباه، كما يفعل الخمر بعقل الإنسان. هذه المسكرات عديدة، ما سوف نتحدث عنه في هذه الحلقة هو ما هي هذه المسكرات وكيف نتجاوزها وكيف نتعامل معها. أول مسكر من هذه المسكرات هو المال. المال مسكر، والمال يسبب سكرة للإنسان، يجعله غافل، بالطريقة المناسبة في كسب المال، ويجعله غافل في الطريقة المناسبة حتى وإن كسبه بطريق سديد وبطريق حلال، يجعله غافل في صرفه في مكانه ووضعه في المكان الذي ينفع الإنسان وينفع الآخرين. حينما يكون الإنسان غني بصورة كبيرة، يظن أن هذا المال ماله وملكه الخالص له، وله أن يتصرف فيه هو فقط كيفما يشاء.
الله سبحانه وتعالى يقول أن هذا المال الذي هو بين أيديكم إنما هو ملكي أنا، وأنتم إنما أنتم مستخلفين عليه. ولأنه ملكي ولأنه مالي، أنا جعلت لكم وكالة في التصرف فيه، فيجب عليكم أن تتصرفوا فيه في الشأن الذي يرضيني. لو أني أنا تصرفت بهذا المال في شأن لا يرضي الله سبحانه وتعالى، أو أنني خزنته، أو أنني حينما أردت أن أصرفه لم أصرفه بالطريقة التي يريدها الله سبحانه وتعالى، كان المال هو اللي يتحكم في أفعالي، كان المال هو اللي يتحكم في أقوالي، كان المال هو الذي يتحكم في جميع قراراتي. يعني أنا موجود عندي مجموعة من المال، حينما يحول الحول عليها ويجب فيها الحق الشرعي يصبح ثقيل إخراج هذا الحق الشرعي. إذن هذا المال هو مال الله سبحانه وتعالى، والحق الشرعي هو في رضا الله سبحانه وتعالى. المال تمكن من جميع عقلي وسيطر على جميع قراراتي، وصرت أنا تحت تأثير سكرة المال، فحينما أتحرك للمال، حينما أتكلم للمال، حينما أقرر للمال، لا يصدر مني قرار إلا حينما يدفع لي، ولا يصدر مني فعل إلا حينما يدفع لي، ولا يصدر مني كلام إلا حينما يدفع لي. وفي الحقيقة أن المطلوب من عند الإنسان أن يسعى للرزق الحلال، ولكن أيضا أن لا يكون عبدا إلى هذه الأموال، ولا أن تكون هذه الأموال هي المسيطرة على حياته، قراراته، أقواله، فيصبح الإنسان سكران بسبب المال. هذه أول سكرة. سكرة ثانية، سكرة الشباب. الشباب يكون في أوج قوته وفي أوج تعقله ونضوجه وطاقته، لذلك قد يغتر بهذه الطاقة، قد يغتر بهذا النضوج، قد يغتر بهذه القوة، قد يغتر بهذه الثورة الموجودة في داخله، ويعتقد أن شبابه سوف يدوم. كثير من الناس، بل أستطيع أن أقول أن جل الناس أو كل الناس الكبار الذين فاتتهم مرحلة الشباب، كانوا يظنون أنه، أو كانت لديهم بعض الخطط، بعض القرارات الآن لا يستطيعون أن يقوموا بها لأنهم في فترة الشباب تركوها ولم يحققوها. فترة الشباب لن تدوم. أنا كما أرى أبي قد خرج الشيب في لحيته وفي شعر رأسه وقد تقدم به العمر، وأرى جدي وأرى جد أبي وأرى الكبار في السن الموجودين في كل مكان، حينما أراهم وأعرف أنني في يوم من الأيام سوف أكون في نفس عمرهم وفي نفس وضعهم، وأرى أن هؤلاء كانت لديهم طموحات الآن يتمنون لو أن تلك الطاقة وتلك القوة التي كانت في الشباب موجودة عندهم لكي يحققوا هذه الطموحات، لكي يصلوا، لكي يقوموا، لكي يدعوا، الآن لا يستطيعون أن يقومون بهذه الأمور لأن جسمهم خانهم وقوة الشباب ذهبت. يجب علي أن أتعظ وأن لا يسكرني عمر الشباب وزهرة الشباب، وأن أستفيد من هذا العمر وأستفيد من هذه الطاقة استفادة كبيرة جدا جدا، وأن أصرف هذه الطاقة وأصرف هذه القوة في مكانها، لأنني في يوم من الأيام لن أستطيع أن أقوم بها. أحبتي المشاهدين،
إذا كانت هنالك مثلا قضاء صلوات علي، لا تؤجل هذه الصلوات وقضاؤها إلى ما بعد الشباب وتغتر بشبابك، لا أنا شباب الآن خلني أروح وأجي وأستأنس، لا قم بها الآن لأن القوة موجودة الآن، بعد ذلك لا تستطيع أن تضمن أن القوة هذه سوف تدوم. إذا كانت هنالك رغبة في صلاة الليل، في قيام الليل، رغبة في عمرة، في حج، في أمر، لا تؤجل، ما دام القوة موجودة الآن قم بما تريد به الآن. إذا أجلته أنت لا تضمن أن بعد تأجيله في سن الكهولة أو في سن الشيخوخة تستطيع القيام بهذه الأمور، وهنالك الحسرة. فلا يسكرك، فلا تسكرك فترة الشباب. الآن سوف نذهب إلى فاصل، بعد الفاصل إن شاء الله سوف نتكلم في بعض المسكرات التي تذهب بعقل الإنسان وتتحكم في قراراته. فاصل ونواصل إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم أحبتي وأعزائي المشاهدين مرة أخرى. كنا نتكلم حول سكرات الشباب وسكرات المال، وهذه السكرات كسكرات الخمر تذهب بعقل الإنسان، فلا تجعله يقرر بصورة صحيحة ويعيش حياته بصورة صحيحة ويستفيد من عمره وشبابه بصورة صحيحة. سكرة أخرى من السكرات التي تذهب بعقل الإنسان وتجعله خالي العقل أو خالي التعقل، سكرة المدح. هنالك من الناس من إذا تعرض إلى المدح ذهب عقله وأصبح يعيش في ذلك المدح وفي ذلك الخيال وينفصل عن الواقع بصورة كبيرة. كل الناس يحب أن يمدح، ولكن يجب أن يكون هذا المدح في مكانه، ويكون هذا المدح في شيء فعلا يرضي الله سبحانه وتعالى. إذا كانت هنالك موجود في ذاتك حب إلى المدح، فليكن هذا الحب للمدح في رضا الله سبحانه وتعالى، لا أن تمدح بما ليس فيك، أو أن تعمل لتمدح لا أن تعمل لرضا الله سبحانه وتعالى. إذا عملت للمدح فقط، إذا عملت لكي تمدح في ألسنة الآخرين، في ألسنة الناس، الله سبحانه وتعالى يقول لك بما أنك عملت للمدح فاذهب وخذ هذا الثواب الذي هو مقرر إلى هذا العمل من الناس الذين عملت لمدحهم. أما إذا عملت لأجل الله سبحانه وتعالى فأنت سوف تحصل على الثواب من عند الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى ينشر هذا المدح وهذا الثناء بين الناس. وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته، في دعاء كميل. وليس المدح أيها الأحبة، خلنا نخلي هذه القاعدة واضحة وموجودة في عقولنا، ليس المدح هو قيمة الإنسان لكي تبحث عن هذا المدح. قيمة الإنسان بما هو موجود، بما هو معمول لأجل الله سبحانه وتعالى وفي حضرة الله سبحانه وتعالى. الإمام الصادق عليه السلام يقول كم إن العبد لا ينشر له من الثناء ما بين المشرق والمغرب، إن العبد لا ينشر له من الثناء ما بين المشرق والمغرب. ماكو قناة ما تتكلم عنك، ماكو ناس ما يتكلمون عنك، ماكو زاوية ديوانية جماعة إلا هؤلاء يمدحون في هذا الإنسان ويتكلمون عنه. المدح منشور إليه في كل مكان، إن الله لا ينشر للعبد من الثناء ما بين المشرق والمغرب وهو لا يساوي عند الله جناح بعوضة.
شو الفائدة من هذا المدح الكثير؟ شنو هو الفائدة من هذا الثناء؟ إذا كان قيمتي عند الله سبحانه وتعالى لا تساوي جناح بعوضة، إذا كانت قيمتي عند الله سبحانه وتعالى لا تساوي شيء، هذا الثناء لن يدخلني إلى الجنة، هذا المدح لن يدخلني إلى الجنة. جاء أحدهم إلى الإمام علي سلام الله عليه وقال له: إني أريد أن أقول فيك شعرا. فقال له الإمام: صح، اسكت، إني أعلم بنفسي. عندما ترجع إلى نفسك وتسأل نفسك: هل أنا أهل إلى هذا المدح؟ هنالك حالتين: في واحد تعرض إلى المدح فعاش في هذا المدح وتجبر في نفسه وطغى في نفسه: أنا فلان المعروف بين الناس، الوجيه بين الناس، الممدوح في ألسنة الناس. في حالة ثانية هذا الإنسان يسأل نفسه ويقول إلى روحه: أنا أهل إلى هذا الثناء أو مو أهل إليه؟ فعلا أنا كما أنا في ألسنة الآخرين أو لا؟ الإمام زين العابدين عليه السلام حينما يتعرض إلى المدح يلتفت إلى الله سبحانه وتعالى ويدعوه ويقول: إلهي اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون. أنا عندي مشاكل، أنا عندي بعض الثغرات، أنا أطلب من الله سبحانه وتعالى الذي تفضل علي بسترها، ولو أن هؤلاء الذين يمدحوني اطلعوا على هذه الثغرات واطلعوا على هذه المشاكل لم يكن للمدح طريقا لي في لسانهم. إلهي اغفر لي هذه الثغرات، اغفر لي هذه المشكلات. وأيضا في الجانب الثاني اجعلني خيرا مما يظنون، هم يظنون في الخير، أريدك أن تجعلني أفضل مما يظنون هم في. فهذه سكرة أخرى من السكرات، وأكثر السكرات التي نستعيذ بالله منها هي سكرة الموت. يذهب عقل الإنسان حينما يأتي حين وفاته سكرات الموت، لأنه يذهب عقله ويتعرض إلى حالة شديدة جدا من نزع الروح، بحيث أن هذه الحالة تذهب بعقله، يكون الإنسان مسلوب القرار، مسلوب التحكم في ذاته. إلا أن هنالك من الناس من سوف ينجو أو تخفف عنه سكرات الموت. فلذلك أيها الأحبة، من المطلوب أننا نخفف على أنفسنا، ما دام الآن نحن في هذه الطاقة وفي هذه القوة، أن نخفف عنا سكرات الموت. موجود كثير من الأعمال التي تخفف سكرات الموت، التي تنهي سكرات الموت، التي تجعل حالة الموت عندنا حالة فيها نوع من الشوق، لأنها انتقال إلى ما هو أفضل. من هذه الأعمال صلة الرحم، بر الوالدين، الصدقة، كل هذه الأمور تخفف سكرات الموت. فأيها الأحبة، ما دام هذا الأمر سوف يحدث، لا يستطيع أحد أن يقول أن الموت سوف يصل إلى الناس جميعا إلا أنا. عندما أرى جنازة محمولة فأعرف أنني سوف أكون في يوم من الأيام فوق جنازة من هذا النوع. إذا رأيت جنازة محمولة فاعلم أنك بعدها محمول. المطلوب هو أن أعمل للآخرة، ممتاز، وأعمل أيضا إلى البرزخ، إلى القبر، ممتاز، وأعمل أيضا إلى هذه الفترة الانتقالية التي هي يكون الإنسان مسلوب الإرادة والقرار في سكرات الموت. في هذه الفترة أيضا هنالك بعض الأعمال التي يجب أن ألتفت إليها، وتكون هذه الأعمال مما يخفف عني سكرات الموت. فموجود عندنا كثير من السكرات المطلوب
أن 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 نكون ملتفتين، ولا أن نغفل، ولا أن تؤثر فينا هذه السكرات بحيث تسلب قراراتنا، لا المال، لا الشباب، لا المدح، لا سكرات الموت سوف تؤثر في قراراتي، سوف تؤثر في سيطرتي على نفسي، سوف تؤثر في أن لا أكون العبد الذي يريده الله سبحانه وتعالى. وفي كل الأحوال أنا أستطيع أن أقوم بهذه الأمور بشكل سهل جدا. كل ما تحتاج إليه أيها الحبيب هو أن تكون منتبها وأن توقظ نفسك من نومة الغافلين. هنالك الغافلون الذين هم نيام، لا تكون أنت منهم، كن ممن هم مستيقظين، يقظين، نشطين، منتبهين. أيها الأحبة، ألتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة. إلى ذلك الوقت أسألكم الدعاء وفي أمان الله.